مين السبب في المشاكل دي كلها؟ الإخوان وحرب أوكرانيا والكورونا وحرب غزة وقناة مكملين وأنا ومحمد ناصر والشباب اللطاف اللي قاعدين جوه والسوريين والسودانيين واليمنيين والفلسطينيين وكلين جايين على مصر هم السبب. انما القياده الحكيمه نزل لها 40 مليون يا جدع، ده عماد مأكد لي ان نزل لها 40 مليون. طب بتتكلم ازاي؟ اهو احنا خلاص هنصدر الناس لبره، هنصدر يا جماعه العماله لبره. ليه؟ عشان تجيب لنا فلوس من بره. الله، طب ما انا لما الناس بتيجي عندنا بنزعل. احنا لما الناس تيجي عندنا نزعل، انما احنا نصدر عيالنا بره ونجيب بيهم فلوس عادي خالص. مدبولي يطلب معلومات متكامله عن احتياجات الدول المختلفه من العماله المدربه عشان ندربهم ونوديهم يشتغلوا يبعتوا لنا فلوس. ده مصطفى مدبولي عمل اجتماع عشان يتابع ملف تصدير الكوادر المصريه والعماله المصريه الفنيه المدربه للخارج. قال لك والله احنا عايزين نشوف مين عايز ايه فندربه ونبعته هناك، بسك هناك هات لنا قرشين وتعالى. بيتعاملوا معانا ان احنا انفار وهم ايه؟ مقاولين انفار. روح يا ابني هناك محتاجين والله مش عارف ايه، روح يا حبيبي هناك ولازم تبعت لنا فلوس. طب ده الناس بره ما بقتش تثق فيك، ده تراجع الدولارات اللي هي بيبعتها المصريين والعملات اللي بيبعتها المصريين من بره تراجعت 30%، التلت ما بيثقش فيك. قال لك لا ما احنا هنعوضهم بقى، هنودي عيالنا ونوديهم على اقرارات. اتعهد انا احمد سمير احمد مرعي ان انا هبعت نص فلوسي للدوله. ليه؟ هي اللي جابت لي الفرصه. وبدل ما يبقى عندك مكتب عماله ياخد سمساره، الدوله تاخدها الفرصه السمساره يعني. وزير التعليم بيقول ايه بقى؟ هات بقى وزير، هات العلم بقى، علم وناس شغاله عقول ما بتنامش. وزير التعليم يقدم حلا لجذب الدولار. فنلندا طلبت 500 شخص للعمل بالخارج وهو ده اللي هيجيب العملة الصعبة. الدول تفضل العمل المصري لأنه حمول شاطر، نستطيع توريد الفنيين إلى الدول المحيطة. ألف مبروك يا جماعة، مشكلة الدولار هتنتهي. فنلندا هتاخد 500 مصري وهم هيحلوا مشاكل الدولار. 180 مليار استلفهم السيسي في 500، هيبعتوا في الشهر 500 دولار، ادي 50 في 500 بكام كده؟ لا لا هنتحل ان شاء الله، يعني 10 15 10 ايه؟ 10 ايه؟ 150 سنه قصدك؟ 200؟ 5000 سنه؟ هتتحل ان شاء الله، الامور هتتحل. سياده الوزير ما بيهزرش. قال لك هتتحل، هنصدر الكوادر، هم مصدرين الكوادر وهتتحل ان شاء الله. ابشروا يا مصريين، المشاكل هتتحل كلها. والمتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور الحمصاني قال لك تلقينا طلبات من عده دول منها دول اوروبيه لتصدير عماله مدربه. عشان ايه؟ عشان نحل، مش عشان الناس تقف على تاكل، لا لا لا، عشان الناس تبعت للحكومه والحكومه تحل المشاكل اللي حطينا فيها السيسي. هات هات يا عم هات. 30% تراجع في تحويلات المصريين في الخارج. تراجع، الناس ما بتثقش في الدوله، فالدوله بتعمل ايه؟ قالت لك احنا هنطلع ناس كتير بقى بره عشان تبعت لنا فلوس. وتقريبا هناخد عليهم شيكات او هناخد اهاليهم رهن عشان يبعتوا لنا ايه؟ دولارات. خرج خارج صندوق، الصندوق ايه؟ يعني فكر خارج قفص الفراخ، مش الصندوق. فكر في اي حته، تفكير انا مش عارف اقول ايه والله، الالفاظ كلها مش هتنفع تتقال. نشوف بقى اراء حضراتكم، ودي الاهم عندي. ورينا يا سيدي اراء الناس. الاستاذ كريم اشرف بيقول لك لانه حمول وشاطر، الترجمه عبد اسود من بتوع زمان، مفيش زيه دلوقتي. ده اللي العامل اللي هنصدره لبره يعني. طيب مين تاني بيقول ايه؟ عزت عبد الباسط بيقول اذا استمرت الديكتاتوريه الحاليه في الحكم ثم اذا استمرت في افقار الشعب والتضييق عليه بهذه القسوه والشده، اتوقع ان تهاجر اعلى الكفاءات ذات العلم والخبره إلى حيث تجد أوضاعا معيشية آدمية، وهذه خسارة للبلد أكبر من هروب الاستثمار الأجنبي، لأنه في الغالب من يهاجر من الكفاءات لن يعود. لأن يا عم اللي بيفكر في البلد بيفكر بحتة غير مخه، وعفيني أقول لك. مايكي بتقول أو ميكي بتقول بتضحك وتقول لك دول ما هيصدقوا يخرجوا منها. قال لك هيصدروا عملة إن شاء الله، هيصدروا. اللي بعد كده معانا ياسين بيقول هيفرشوا بينا ويبيعوا الخمسة بعشرة، هيفرشوا بينا
ويبيعوا الخمسة بعشر. تصدير عمالة بقى يا جدع. مي دياب بتقول بعتوهم ان شاء الله هيحولوا فلوسهم لأهلهم بعيد عن البنك وبرضو الدولة مش هتستفيد حاجة، كرهتونا في بلدنا منكم لله. ايه تاني؟ شهيد تحت الطلب بيقول حلو بعتوا البلد ودلوقتي هتبيعوا الناس، كفاية كده. نروح بقى اخر حاجة. طيب شلبي بيقول طب ما نعمل سوق نخاسة، ايه رأيك نعمل سوق نخاسة ويجي كده الراجل اللي عايز العمالة ويبص كده يقول لك انه جلد يتحمل الماء والعطش، ما هذا الرجل، اريده بعشرة دنانير، ونعمل عليهم مزاد. يا خسارة يا مصر.